يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الرحمن في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لا يصلي عليكم لا صلاة له، فلا تعدل بأهل البيت خلقا فأهل البيت هم أهل السيادة، فبعدهم من الإنسان خسر وحبهم بإخلاص عبادة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يا آل طه عليكم حملتي حسبت، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد والعلم يحلو كلما كررته. قصدت باب الرجع والناس قد رقدوا، وبدت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صفر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. القارئ الشيخ طه محمد النعماني، قارئ مسجد سيدي عمرو بن العاص، نقيب قراء محافظة الفيوم، قمر الفجر والجمعة بالإذاعة المصرية، اختير من بين القراء ليكون قارئا لرحاب العملاق الكبير سيدي عمرو بن العاص بمدينة القاهرة، يختم لنا هذه الليلة الغراء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. كلا والقمر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات عن المجرمين ما سلككم في سقر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين
الخليل في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسوارة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا
مبشرة. كلا بل لا يخافون الآخرة. كلا إنه تذكرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة كلا وَالسَّابِحَاتِ
ما تهبط الناس بيها تاني والنبي صلى على النبي عشان خاطر تعالي تعالي يا وما يذكرون إلا أن يشاء التقوى وأهل المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. وما يذكرون إلا أن يشاء يوم ترجف الراجفة يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى بالوادي المقدس طوى
مقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى فأراه فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال
صلى على حضرة النبي. يدخل عليك يا عم الشيخ وانت منفوح وربنا يوصلك بالسلامة. الناس دي قاعدة تسمع الشيخ طه صح؟ الله يفتح عليك. خليك على الهران يا عم شوية. خليك على الهران شوية. إن في ذلك لعبرة. إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أشد خلقنا بالسماء. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ف
فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها يلبثوا إلا عشية أو Mm-hmm.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور من الجنة والناس. قل أعوذ برب النيس ملك النيس إله النيس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين مغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. الفاتحة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. القارئ الشيخ طه محمد النعمان اختير من بين القراء ليكون قارئا لأحد عمالقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم
القارئ مسجد سيدي عمرو بن العاص بمدينة القاهرة عبر موجات إذاعتنا العالمية الإنارة الكهربائية المعرض الفني للفراش الحديث الكبرى قصر من قصور الضيافة المتنقلة عبر أنحاء محافظات الجمهورية فراشة وكهرباء الحاج شعبان مذكور من أعلام رجال هذه المحافظة العريقة شاكرا لحضراتكم جميعا باسم آل عقل الأكرمين وكل أقاربهم وأنسابهم شكر الله مسعاكم جميعا الشكر موصول للمتر فتحي حجازي المخرج العالمي البشمهندس محمود طيبة أيها السادة شكر الله سعيكم وغفر الله لنا ولكم.